السلام عليكم، معاكم مصطفى من قناة مستر بومتك. شاومي ريدمي نوت 4 اكس، الجهاز الخرافي. لما نقول اسم شاومي في اي هاتف، اعرف ان الهاتف ده بسعر رخيص او بسعر متميز عن بقية الهواتف اللي بنفس مواصفاته، واكيد طبعا بتبقى مواصفاته خرافية على حسب السعر. قبل ما نتكلم في اي حاجة عن جهاز شاومي ريدمي نوت 4 اكس، خلينا نشوف انبوكسنج سريع للجهاز. شاومي ريدمي نوت 4 بيجي بشاشة 5 انش بدقة 1280 في 720 زائد 7 بكسلات 294 بكسل في كل انش، وده طبعا اللي انا متوقع انه هيديك اداء شاشة ممتاز ممتاز في ناحية الالعاب وفي ناحية الفيديوهات، فيبقى اداء شاشة معاك ممتاز بالنسبة لشاشة اتش دي و5 انش و7 بكسلات 294، فان شاء الله هتبقى الشاشة معاك ممتازة، وده طبعا المتعودين عليه من شركة شاومي. الجهاز بيجي بمعالج سناب دراجون 435، والناس هتعتبره معالج ضعيف نوعا ما، ولكن مع رامات 3 جيجا وذاكره داخليه 32 جيجا ممكن تزودها لحد 128 جيجا، فده مش هيفرق معاك بشكل كبير قوي. المعالج سناب دراجون 435 المعالج يعتبر ممتاز جدا بالنسبه لسعر الجهاز، ولكن لما يكون معاه رامات 3 جيجا ده هيفرق معاك جدا في المالتي تاسكينج، انك مش هتلاقي اي بطء، غير نادرا جدا انك تلاقي بطء في اثناء تشغيل العاب. مثلا لو خرجت تعمل مالتي تاسكينج ممكن تلاقي بطء بسيط جدا في الالعاب، زائد ان في معالج رسوميات ادرينو 510 ده اللي هيساعدك في اداء العاب ممتاز جدا، حتى لو لقيت بطء في اداء الجهاز نفسه فاداء الالعاب نفسها هيبقى ممتاز جدا معاك ومش هتحس باي بطء. الجهاز بيعمل بنظام مارشميلو 6.0 وواجهه شاومي ام اي يو اي 8.0. نيجي عند كاميرا الجهاز. كاميرا الجهاز الكاميرا الخلفيه هي 13 ميجا بكسل، فيها بعض الاوضاع زي الوضع اتش دي ار ووضع بانوراما، وكاميرا اماميه 5 ميجا بكسل، ومضمنلكش الكاميرا تكون افضل كاميرا ولكن هتكون كاميرا كويسه جدا افضل من الكاميرات اللي في نفس السعر برضو للجهاز ده. بيقدر يصور فيديو لحد 1080 بي، ويقدر يصور 2K 30 فريم في الثانيه و 1080 بي 60 فريم في الثانيه، وطبعا الهاتف بيدعم ال 4G وشريحتين. يعني ببساطه لو عايز تشتري جهاز كويس جدا سعره كويس جدا وبالسعر المتوسط، يعني من 2000 ل 3000 جنيه، ده يعتبر السعر المتوسط حاليا في مصر من 2000 ل 3000 جنيه، فانت اول جهاز هتفكر فيه هو جهاز شاومي ريدمي نوت 4 اكس، بسبب ان الجهاز تصميمه ممتاز جدا. كل التصميم الجهاز مياه المعدن ما عدا الجزء اللي فوق واللي تحت بسبب السنسورات والانتنة، وكمان الجهاز ده بيتميز بحاجات جميله جدا غير اي جهاز تاني. احنا قلنا الجهاز رامات 3 جيجا وذاكره 32 جيجا ومعالج كويس ومعالج رسوميات ممتاز واداء الالعاب فيه هيبقى ممتاز معاك، ولكن كمان الجهاز معاه بطاريه 4100 ملي امبير، وده اللي هيساعدك بشكل كبير جدا بشاشه اتش دي، ده هيساعدك بشكل كبير جدا ان الجهاز يقعد معاك من يوم ليومين استخدام عادي، ويوم تقريبا استخدام شاق، ومن 7 ل 8 ساعات استخدام اون سكرين، وده هيبقى ممتاز جدا معاك. زائد ان الجهاز بيتميز بحساس بصمه ممتاز جدا وسريع جدا زي اللي في شاومي مي ميكس وفي اجهزه شاومي الحديثه كلها وفي الفلاج شيبس اللي في هواوي وفي سامسونج. وبصراحه الجهاز ده انا مش لاقي له اي عيوب لحد دلوقتي غير السناب دراجون 435، ولكنه مش هتحس باي فرق بين الجهاز ده واي جهاز تاني بسبب الرام 3 جيجا الممتازه جدا في الجهاز. زائد واجهه شاومي 8.0 هي واجهه سريعه جدا وخفيفه، يعني مثلا لو جينا نقارن الجهاز ده بسعره اللي هو 2666 جنيه اللي موجود حاليا وقت تسجيل الفيديو ده على سوق دوت كوم، لو جينا نقارن السعر ده باجهزه تانيه في نفس المواصفات زي مثلا جهاز هواوي جي ار 3 2017، فنلاقي جهاز هواوي جي ار 3 2017 تقريبا بنفس المواصفات، ولكن هواوي جي ار 3 2017 مما يعادل دلوقتي 4500 جنيه مصري، ولكن الجهاز ده اقل منه تقريبا ب 2000 جنيه مصري، وده طبعا هيفرق مع ناس كتير جدا، مع ان الجهاز ده تقريبا بنفس المواصفات ولكن طبعا تصميم هواوي جي ار 3 هو فعلا تصميم خرافي، ولكن برضه التصميم مش هيفرق معاك قوي لو انت عاوز جهاز في الفئه المتوسطه. شاومي ريدمي نوت 4
هو فعلا الجهاز الانسب ليك لو انت بتدور على جهاز في الفئه المتوسطه في الوقت الحالي، لان معظم اجهزه الفئه المتوسطه ما فيهاش حساس البصمه، ومعظم اجهزه الفئه المتوسطه فيها نفس الكاميرا شاومي نوت 4، مش هتلاقي افضل منها. زائد ومع كل ده ومع البطاريه ال 4500 ملي امبير، برضو الجهاز حجمه مش تقيل قوي، حجم 174 جرام، وده ممتاز جدا بالنسبه للبطاريه الخاصه بالجهاز. اتمنى المراجعه البسيطه دي تكون عجبتكم، والفيديو ان شاء الله يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمل لايك للفيديو ده عشان تشجعني ان انا اقدر اعمل مراجعات تانية، دي عشان دي اول مراجعة ليا في القناة، وان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله نعمل مراجعات تانية لهواتف تانية افضل باذن الله. لو كنت اول مرة تشوفني اعمل سبسكرايب للقناة وما تنسيش تعمل شير للفيديو. كان معكم مصطفى من قناة مستر بومتك، شوف شفت الفيديو واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.